ما من أحد يستيقظ هنا سوى الطيور. هجر السكان القرية وباتت تغفو وتستيقظ على الذكريات وصور من رحلوا عنها. قرية الجوبة شمال مدينة ميدي في محافظة حجة غابت عنها أبسط مقومات الحياة كمعظم قرى تهامة في الساحل الغربي وحضر الموت. لم يكن ينقص هذه القرية والمنطقة عموماً سوى حرب الميليشيا التي شنتها على كل شيء، وما أقساها من بصمات حينما يتركها القتلة كما تفعل هنا عناصر جماعة الحوثي المتمردة التي تعبث بكل شيء وتلحق خراباً واسعاً بالمكان. أمر تسبب بهجر السكان منازلهم بعد أن عرضت حياتهم للخطر بالتمركز إلى جوار مساكنهم. فالأكواخ وإن بدت هشة ومهجورة إلا أنها كانت تمثل لهم الشيء الأثمن في الحياة. ما من أحد هنا يحكي لنا فصول المعاناة والقهر التي تعرض لها الأهالي بيد أن للمساكن ما تقوله من أماراتها الكافية. فالصورة هي الشاهد الذي لا يشك في شهادته. هذا البيت الذي أحنى رأسه للمغيب ربما مل طول انتظار من تركوه ورحلوا، فعودتهم أيضا عودة للحياة من جديد. وبعد أن كانوا يحلمون ربما بمغادرة هذه الأكواخ الطينية إلى مساكن مشيدة، غادروا حتى ما تبقى من حياتهم هنا إلى المجهول.